أعتقد كلام كتير وكلام مهم جدا يعني. Oui, c'est formidable. Bon, c'est ce que j'ai dit. Il y a une communion qui s'est passée entre les fans et moi. العلاقة رائعة اللي حصلت بيني وبين الجماهير. Dès le premier jour. من أول يوم. Parce que ils ont vu que je suis venu ici. لأنهم شافوا إن أنا جيت هنا. Pour travailler. عشان أشتغل. Et pour faire devenir plus fort. عشان أقوي حراس المرمى بتوعي. Et ça, les supporters au quotidien. وطبعا الجماهير بشكل عام بشكل يومي بشوفهم طبعا بشوفهم بيتفرجوا على التمرين وبيقدروا يحكموا. شافوا شغلي شافوا قد ايه هو جد. Parce que dans le football, لأن في كرة القدم طبعا الشغل الجد بيبان. ومهم جدا انك تشتغل بكتير جدا على التركيز. Parce que ça, c'est très important. لأن التركيز ده مهم جدا بالنسبة لحارس المرمى. Ça fait la différence entre بيخلق الفارق بين الحارس كويس وحارس سيء هو التركيز. Et un gardien qui se perd. في حارس بيبقى مركز في الماتش وحارس بيفقد تركيزه خلال المباراه. وشافوا طبعا انا بحب النادي. ودي حاجه صعبه حد يشرحها. دي حاجه بتحصل ما بيننا حاجه زي كيمياء حصلت بيني وبين الجماهير دي ما لهاش شرح. ما لهاش تفسير. دي بتيجي من عند ربنا. دي حاجه بتيجي من عند ربنا ما لهاش تفسير. اليسا ايه سر تفاعلك الكبير مع الحياه في مصر ومع جمهور النادي الاهلي والاغاني والفيديوهات بقى على السوشيال ميديا؟ probably because I'm like my dad. يمكن عشان انا زي والدي. And we're very like positive people. احنا ناس ايجابيين. We love where we are. بنحب المكان اللي احنا فيه وبنظهر للناس حبنا. وندي مشاعرنا بنظهر مشاعرنا للناس. مش عارف مصيرنا احنا هنكمل على طول في مصر زي والدي ولا بس احنا المفروض نبقى قاعدين هنا نقعد كام سنه دي لسه مش عارفين ده حسب العمل بس فعلا احيانا ببقى عايز ببقى عندي الرغبه ان 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 افضل هنا على طول بشكر ربنا بوجودي هنا لان الناس حواليا بتحبني وانا بحبهم وحاجه زي كده انا سعيده بحاجه زي كده. سر بقى التفاعل مع السوشيال ميديا الفيديوهات بقى والاغاني وال تحبي اغاني ايه بقى في كمان السوشيال ميديا؟ مهرجانات؟ Are we going to talk about حسن شاكوش؟ طب حاولوا تجيبوا لنا حسن شاكوش يا جماعه على التليفون عشان طبعا I love Egyptian music. بحب الاغاني الموسيقى المصريه طبعا جدا. حسن شاكوش عمرو دياب. حسن شاكوش وعمرو دياب اوكي. We go in the right direction. And on my social media I think people like التواصل الاجتماعي. Really mixing up in Egyptian culture. يعني في ثقافه مختلفه وفي خليط في الثقافه لان في ناس بتحب الثقافه بتحب كل حاجه في خليط من الاهتمامات. وفي حتى الدعابه وحته المزاح بيكون موجود على السوشيال ميديا وانا بحب اتفاعل مع ده وعشان كده بلاقي نفسي قوي على السوشيال ميديا كاسكتش وات بتغني احلي سونج اوكي يلا سمعينا بعد الاهلي سونج هنسمع حاجه لحسن شاكوش وحاجه لعمرو دياب بما انك قلت يعني حسن شاكوش وعمرو دياب انا في اهلي تي في اوكي اي ونت تو سينج احلي سونج اوف كورس يو هاف تو يلا من تلتا شمال بنهز جبال بنهز جبال بابا لسه دايما بتشجع الابطال فاري كبير فاري عظيم عادي العمر برد وليل في الاستاديوم يعني هي مشجعه كبيره بتعمل انت امبارح كنت كده امبارح في ماتش بتروجيت اوه يا انكرويابل ايش ولا كلمي انا كنت بحاول اهديها امبارح في المدرجات احنا زي بعض زي بعض انا بدل متعصب احنا بنتفرج عليه بشوف هو على طول بيزعق وبينفعل عملت كده لما الشناوي صاب في كومسال يوسكي الشناوي اغيتي لو بينالتي بتعلموا بتتعودوا بقى على كده يعني انت بتقول الشناوي مثلا قبل ما تسيبه يعني اتحرك شمال اتحرك يمين طرق معينه on analyse l'adversaire احنا بنحلل الخصم كي ونشوف مين اللي هيشوط ضربه الجزاء هينفذ ضربه الجزاء سي اوسي باغ مومون تو دوا لو سونتي تو ان جوور كي بتحس بيكون عندك
لازم بيصيب ضربه الجزاء بيحطها ست مرات يمين او ست مرات شمال. انت عارف قبل كده اللعيب بيبقى دارسه ومحضر لا فاسون دونت يل كور، بتعرف من طريقه جاريو بتعرف هيحط يمين او شمال. لكن احيانا بيغير، احيانا بيغير هو بيلعب عشان كده بيبقى صعب حارس المرمى يتوقع. بيدي افكار، بتدي له افكار بس لكن في الاخر النهايه هو حارس المرمى هو اللي بياخد القرار. C'est comme il le sent. لانه هو باحساسه بيحس، شايف اللعيب داخل عليه بيحس هيحطها في اي زاويه. ce n'est que ça parce que مش كده بس. لا زي ما قلت قبل كده، واحد شاط ست ضربات جزاء، شاط ثلاثه يمين ثلاثه شمال قبل كده. la façon dont il shoot à gauche. فالاصابع تعرف، بتعرف طريقته وهو بيلعب بينفذ بيشوط على الشمال، بيتحرك ازاي بجسمه، بيشوط يمين ازاي بجسمه، بتعرف تقرا. شوط ا دروات كيس كي تو سي فير. بشوف بعد كده يعني ايه برضه توقعاته يلعب شمال وشوط يمين هتعمل ايه؟ Maintenant, c'est une chose. Le gardien, il est toujours maître. Il doit toujours essayer de pousser le joueur à tirer ou se déplacer. Il est obligé de faire des choses. Il est obligé de faire des choses. Il est obligé de Ce sont les gardiens qui arrêtent beaucoup de choses. Ils sont obligés de faire des 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 choses.